وسط انتشار حالة من الفوضى والانفلات الأمني في المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية، تجدد الاقتتال بين عناصر الفصائل الإرهابية في منطقة رأس العين المحتلة بسبب خلافات على ما يتم نهبه من ممتلكات المدنيين. مصادر محلية ذكرت أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الRPG اندلع بين فصيلين إرهابيين يتبعان لما تسمى فرقة الحمزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين. في سياق متصل، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين فصيلين إرهابيين تابعين للاحتلال التركي في مدينة الباب المحتلة شمال غرب سوريا. وبحسب مصادر محلية من المدينة، فإن الخلافات حول معابر التهريب في المنطقة كانت سبباً باندلاع اشتباكات بين كل من فصيل الجبهة الشامية وأحرار الشام الإرهابيين التابعين للاحتلال التركي دون معلومات عن خسائر بشرية. وتشهد المناطق المحتلة شمالية سوريا اشتباكات شبه يومية بين الفصائل الإرهابية وعمليات اغتيال وتفجيرات بعبوات ناسفة تكون غالباً بسبب خلافات على المسروقات وأخرى على النفوذ والسيطرة وطرق التهريب.